دني توما في صوتي بطب الجلد موجود معنا اليوم وكمان تجميل وكريم. اهلا وسهلا فيك. بونجور كاتيا، بنعاد عليكي. وعليك. اكيد هابي نيو يير للكل، بس تكون نيو يير هابي لازم كمان نكون احنا مهتمين بحالنا بطريقه منيحه، ومنبلش بس نشوف اشياء جديده. كنا عشان نحكي قبل الهواء انه كثير في اشياء تكنيكس جديده، ان كان بالتجميل او بطب الجلد او بكثير دومينات ثانيه. عم نحكي عن الطب، ما نفوت دغري على التقنيات بدون ما نعرف شو هي. بس كمان طبعا الاطباء الموثوق فيهم هن كمان كنا عم نقول انه بيعملوا ريسيرش تبعهم قبل ما يفوتوا على هالتكنيك. بس في اشياء دائما جديده ودائما موثوق فيها بالطب. اكيد على طول الطب عم يتقدم، يعني كنا بمحل بالطب صرنا بمحل اليوم مثل كانه الساينس فيكشن صارت حقيقة. في كثير تطورات صارت بهالكم سنة المرأة، وخاصة بالسنة الماضية بنساء مثلا سرطان الجلد. الميلانوما معروف، وهذا أهم سرطان جلد، لأنه هذا السرطان الجلد يلي ممكن يقتل. أغلب سرطانات الجلد بتصير على الوجه، بتطلع تيومرز صغيرة بتكبر شوي شوي على مهلها، ممكن تعمل تشويه محلي بس عادة ما بتمتد وبتقتل. الميلانوما هو السرطان القاتل يلي اهم واحد، يلي كمان بيأثر، يعني بنشوفه عند الشباب اكثر من المسنين، شباب بمعنى يعني بالاربعينات والخمسينات. بقى في علاجات جديده لإله، بتعرفي الطب عم يمشي باتجاه الجينيتك ميديسن، يعني اليوم صار في تعرف على الخلل الجينيوي بالميلانوما يلي مش كل الناس عندهم اياه، بس الناس اللي عندهم اياه هالخلل صار في تصليح له بحال هالميلانوما اكتشف بشكل متقدم. واذا اكتشف هالخلل عند هالشخص اللي عنده الميلانوما المتقدم صار في له علاج ما بيصححه بس بيساعد كثير هالشخص يلي بوضع قبل هالعلاج كان رح يتوفى بسرعه، صار فيه يطول له عمره ويحسن له نوعيه حياته. في صعوبه بالاكتشاف المبكر اهم شيء طبعا بالميلانوما هو الاكتشاف المبكر، والناس على طول اذا عندها شنيه عم تغير او شنيه جديده لازم تروح عند طبيب الاختصاصي حتى تشوفها، لانه اذا اكتشفنا الميلانوما بالوضع المبكر بنصحح الناس، اذا اكتشفناه بوضع متقدم بكثير حالات بنكون عم نطول لهم عمرهم بس يمكن ما نقدر نصححهم. والعلاج بيكون علاج نهائي؟ العلاج بعده العلاج الجراحي، بس للناس يلي حتى العلاج الجراحي بطل كافي لهم، اذا عندهم هالخلل الجنيوي صار فيها العلاج يلي كثير كثير مهم. ميلانوما اي عضو من اعضاء الجلد؟ الميلانوما يلي عادة ببلش بالجلد بس يلي بيكون تفشى بالجلد، بس بأي بارت من الجسم؟ بس بيكون تفشى بالجسم. وفي علاجات اوقات كمان الجديد القديم اذا بدك، في اوقات علاجات تكون معروفه مثل في ادويه للكوليسترول تبينت انه ممكن تخفف من وجود الميلانوما، من حدوث الميلانوما. اليوم حتى دراسه جديده فرجت انه دواء للضغط مثل الاندرال اللي هو قديم ومن زمان اذا انعطى مع الميلانوما كمان فيه يحسن من حياه الاشخاص اللي عندهم ميلانوما، طبعا ما بيصححهم بس بيحسن لهم طول عمرهم. دونك على طول في اشياء جديده وعلى طول في اكتشافات جديده وفي تطويرات لادويه قديمه بنلاقيها اشياء جديده نستعملها. لما بنقول اشياء جديده، تقنيات جديده، اكتشافات جديده، بنكون مرق عليها وقت وصارنا عارفين شو هي السايد افكتس تبعيتها، او بنكون عم نبلش فيها. للاسف في كثير اشياء بتطلع وبيطلع كثير دعايه عليها وبيطلع انه اما ما فعاليتها مش كثير، اما بيطلع انه في لها اشتراكات كثير مهمه ممكن يعني تاذي الناس. بقى على طول الناس بدها تعرف انه عم بتروح عند حكيم اختصاصي، الحكيم الاختصاصي يكون عنده الادراك وعنده الخبره وعنده القدره انه يعرف شو المنيح من مش كثير. في مراقبه لهالموضوع؟ يعني كجمعيه مثلا اطباء جلد، في مراقبه لهالموضوع لنشوف اذا هالاطباء المنتمين مثلا للجمعيه عم يقدروا يعملوا فلترات معينه ويكونوا ابديتد على طول؟ طبعا في الجمعيه بتهتم بالكونتينوس ميديكال اديوكيشن، جمعيه على طول عم تعمل مؤتمر سنوي، مؤتمرات صغيرة ابديت للممبرز تبع الجمعية، اطباء الجلد يكونوا على طول عارفين شو عم يكون في اشياء جديدة. طبعا اطباء الجلد على طول عم يسافروا لبرا على مؤتمرات بيوروب وبامريكا، على طول على في المجلات الطبية اللي بتجي عادة، يعني في هالمؤتمرات بتعطي الاشياء جديدة، بس مش كل شيء جديد يعني بيبين بالمؤتمر بيكون صار له وقت كافي.
يعني اي علاج جديد بيندرس اول شيء على الحيوان بس يبين انه في له فعاليه وفي له اهميه بيندرس على الانسان. وبعدين الخطوة الثانية انه يندرس على عدد كبير من الناس لانه في اشياء ما بتبين اشتراكات ما بتبين الا ما يكون عمل على الاف من الناس. بتعطي في ادوية بتنزل على الصيدليات وبعدين ترجع تنسحب لانه بتبين بعد سنة سنتين حتى لو اخذت الاف دي اي ابروفل. الاف دي اي ابروفل اذا بدك هو بصمة اوكي انه هيدا الدواء سيف يعني امن وفي له فعالية بس في اشياء بتبين بعدين. دونك لذلك الناس ما كثير تتحمس على كل شيء اشياء جديده وفي كثير اشياء جديده بتطلع ما فعاليتها منا احسن من القديمه او بيطلع انه ضعيفه او بيطلع انه استعمالها كان غلط. وخاصه اليوم عم نشوف حتى من الشركات بتاسف اقول انه عم بتوزع لغير الاختصاصيين مكانات يلي هي عيار طبي عم تتوزع لغير اطباء عم بيكون استعمالها خطير او مش كافي. هون كمان دور الجمعية عم يكون كتير مهم وانا بحكي باسم الجمعية هون انه التوعية كتير مهمة. التجميل هو عمل طبي والعمل الطبي بده دراسة طب بده خبرة بده اختصاص وخاصة بعالم التجميل بده كمان شوية نظر وبده وبده يعرف الحكيم يقول لا. هيدي كتير مهمة وفي حملة توعية على طول عم تشوفونا على التلفزيون انا وزملاء لإلي ومن زملاء جراحين التجميل عم ينحكى بالموضوع انه هي اعمال لازم تعمل من الاطباء الاخصائيين. وقريبا ان شاء الله رح يطلع على التلفزيون كليب كمان يكون كتير واضح للناس حتى 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 تشوفه. ليه هالحملة؟ في كتير مشاكل عم تصير عم نشوف مشاكل كل الوقت في مشاكل يعني للاسف بيجوا ناس بيقولوا ايه رحت عند هالست والله كثير شاطره عملت لي بوتوكس عملت لي فيلر. طب ست شاطره تكون شاطره باشياء ثانيه بس هي اعمال طبيه يعني ما بفهم انا الست او حتى الرجال بيروحوا بيامنوا وجههم يلي اهم شيء لناس حتى مش اطباء. بقى في خلل ما بعرف بالتفهم تبع لهالموضوع وما فينا الا نضل عم نذكر الناس انه هيدي اشياء لازم تنعمل بشكل طبي بشكل كثير مهني. طبعا الوزاره لها دور وعم تعمل قد ما فيها بس في شويه فلتين والناس نضل عم نذكرهم. هلا احنا بنقول انه يمكن اذا عم نحكي عن فيلرز او بوتوكس هي ابره وعم نفكها ومش اكثر من هيك. هي اكثر بكثير ويمكن اكثر بكثير من هيك اكيد ويمكن بتثبت مثلا على ما بعرف 10 ولا 15 شخص والشخص ال 16 عنده مشكله كثير كبيره وهيدي هي الفرق لانه هي المشاكل بورسنتاج منا المشاكل ضروري تكون موجوده الماهر يعني الا ما يصير معه اشتراكات. الطبيب ما بيصير معه اشتراكات بس بيكون ما عم يعمل بروسيجرز بس الطبيب اللي عنده المهاره وعنده الاختصاص بخفف من الريسك بشكل كثير مهم لدرجه انه يعني نادرا ما يصير في اي اذا صار في مضاعفات بيقدر طبعا يعالجها. بدي ارجع على كنا عم تقول قبل شوي دكتور توما انه لازم يعرف الطبيب يقول لا. مثل هيك كنت عم بسالك كمان قبل الهواء انه سبيشال كيسز يعني معروف انه هل سيدة هي بحاجه ل تكنيك معينة او لنوع معين من الاجراءات بينما بنكون نحن عم نسمع عم نشوف بالدعايات عم هلا ريسيرشز وانترنت يمكن صرنا نعرف شوي نفكر حالنا بنعرف شوي اكثر منكم حتى قد ما بيطلع دعايات وقد ما بفوت ابحاث والى اخره وعم بتقرر السيدة او حتى الرجل هلا كمان بالتجميل صاروا الرجال كمان مهتمين لا بروسيجر معين او تكنيك معين يمكن ما تكون مناسبة لا او ما تكون حتى بحاجة لهالشخص. طبعا وهي أهمية الاختصاص عند الطبيب إنه يعرف شو العلاج المناسب لهالشخص حتى يرد له شكله الطبيعي يرجعه كم سنة لورا يعطيه لوك فريش وما يكون شكله طلع مثل غير حدا. يعني وقت بنعمل ترافايدو سيري نفس العلاج لكل الناس بنفس الطريقة بصيروا الناس كلهم يشبهوا بعض وهذا بنسمعه كل الوقت. يجوا الناس بيقولوا أنا ما بدي أعمل شيء لأنه ما بدي أصير مثل كل هالناس وهذا شغل الغلط تبكي. حتى للاسف من يمكن في اطباء ما عندهم تفهم معين. التفهم الجديد اليوم التحسن للوجه هو الكومبينيشن تريتمنت يعني وقت الطبيب فاهم صار كيف هالوجه عم يترهل وكيف هالعمر عم يبين على الوجه يلي هو على كذا طبقه البشره الكولاجين الفوليوم الدهن يعني بالوجه العظم العضلات واذا عالجهم كلهم سوا
هيك بنرجع بنرد للوجه للشخص وجهه مثل ما هو، بنرجع بنعطيه انعاش وبنرجع بنرده لسنين لورا وبشكل كثير طبيعي. وقت بس بدنا نجي نحط فيلر ونحط بوتوكس وما نعمل شيء ثاني بنكون عملنا بارشل تريتمنت او عملنا اوفر تريتمنت. فهون هون اهميه الدراسه واهميه الاختصاص واهميه النظره عند الحكيم. رح ناخذ اتصال دكتور. الو، قطع الاتصال. رح ارجع كنت عم احكي شوي عن انواع كمان البشره يلي بتختلف، لانه هلا عندنا الاجراءات يمكن عمليات تجميل كجراحه، عندنا البوتوكس والفيلرز، بس كمان عندنا الاجراءات على الجلد يعني الترماج والليزر هلا والاسيد والى اخره. في كمان انواع البشره بتختلف من شخص للثاني، وكل شخص بشرة طبعا كمية. في البشره الرقيقه، في البشره السميكه، البشره الدهنيه، حتى لون البشره، لون البشره بتاثر على الليزر اوقات بعد انواع الليزر، بس هلا تقنيات جديده عم تخلينا نعالج اي بشره حتى لو فيها انسباخات تنقدر نشدها. واليوم يعني على 2012 صار في كثير تقنيات جديده كثير فعاله، يعني طلع ثوره بعالم طب الجلد اللي هو ازاله الشعر بالليزر من 12 ل 13 سنه وغيرت معالم حياه الناس فعلا. اليوم في ثوره جديده اللي هي تدريب الدهن بعلاج معين بيعتمد على البرد، تبريد الدهن اللي هو بيدوبه بشكل كثير امن وكثير على مهل بلا ما ياثر على سلامه العلاج، ونشوف عم نشوف نتائج كثير مهمه. هيدي ثوره كثير مهمه اليوم بعالم التجميل وجراحه التجميل. بس كمان بيواكب هالعلاج الجديد علاجات ثانيه حده يلي هي منا بنفس الفعاليه ومنا بنفس الامان والسلام، يلي بتلاقي عم يكون في لها ترويج مش طبيعي على الراديو وحتى على التلفزيون، انه تعوا اعملوا كم جلسه وبتصيروا بتلاقي ناس بتروح تحط مصاري ويا ما بتشوف نتيجه يا ما عم يكون عندها مشاكل. بنرجع نقول انه هالناس لازم يكون عندها وعي، تعرف شو المنيح من المش منيح، وطبعا ما بنستنظر الناس يكونوا اطباء ويعرفوا يعملوا فلتراج للي بيقروا بالانترنت اللي بيسمعوه على الراديو والتلفزيون، بيروحوا عند الحكيم اختصاصي اللي بيقدر يوجهه. في ابحاث متناقضه اصلا كليا على طول، في ابحاث متناقضه وحتى مزم. اوقات للطبيب بيكون في منطقه بنسميها الجراي زون يلي منك اكيد بيكون في كونتروفيرسي، وهون الحكيم كمان بخبرته او بيقدر بيوجه الحكيم بيوجه المريض. الطب منه شيء سهل، الطب يمكن من اصعب الاشياء، وما يتاخذ بشكل انه مين ما كان صار فيه يعني مارس الطب، يعني هي شغله من كم سنه كانت انه مين معقول، واليوم نلاقي انه الناس عم بيمارسوا الطب بلبنان صاروا اكثر من لانه مع تطور التكنولوجيا، يعني مع سهلة تطور التكنولوجيا، بس ما معناتها انه صارت على مستوى انه الناس غير الاطباء عم حتى الماشينز اللي عم بيكونوا على مستوى كثير عالي منهم اذكياء، يعني طبعا استعمالهم هو اللي هو الاستعمال اكزاكتلي، مثل سياره سريعه بتسلميها لولد بفوت بالحيط، بتسلميها لشوفير عادي ما بيعرف يستعملها، بدك تسلميها لبيلوت. ونفس الشيء بالليزر بالمكانات، اذا ما استعمل بشكل مضبوط ما في فعاليه وممكن يكون في اشتراكات مهمه. على التشخيص دكتور توما، بتقدروا تعرفوا هل شخص ممكن انه يكون عنده سايد افكتس او ممكن يكون عنده ريسك معين وعم تخففوا منه؟ طبعا يعني في الهيستوري، يعني الناس اللي عندهم ليتس سي سكري، الناس اللي عندهم مشاكل بالدم، الناس اللي عندهم مشاكل انصباغ، هول من الحديث مع المريض فينا نعرف هي شغله. طب بيأثروا عليهم هالبروسيجرز البوتوكس والفيلرز اي اكيد طبعا، والعلاجات الليزر، علاجات شد الجلد، صار في علاجات شد الجلد لليوم كثير مهمه. الناس يلي ما بياكلوا منيح، الناس الضعاف ما بيتجاوبوا لهالعلاجات، اذا ما عندهم بروتينز مضبوطه يرجع يركب الكولاجين يلي لازم حتى نشد الجلد. الناس اللي بيدخنوا طبعا ما بيتجاوبوا لبعض العلاجات مثل الناس اللي ما بيدخنوا. الصحه، الاكسرسايز، التونينج تبع الجسم كمان بياثر لتجاوب مع بعض العلاجات.
هلا لانه موسم شتاء، بتنصحوا فيها بموسم شتاء وتكنيس تكنيس اكيد في العلاجات يلي بنقشر فيها جلدي مثلا. العلاجات كثير مهمه لتحسين الجلد، تنقشر الجلد، تنحسن السكار تبع بعد حب الشباب. هول العلاجات الوجه بيحمر فيهم، بيورم فيهم شوي، لازم المريض ما يتعرض للشمس. في علاج كثير مهم اليوم يلي هو لتحسين السواد حول العين بالليزر. بجلسه واحدة صار المريض ممكن ياخذ نتيجه كثير مهمه. هول العلاجات بصير في شويه يعني قاعده بالبيت، الناس بتفضل تعملها بالشتاء وما تتعرض للشمس انه تعملها بالصيف. علاج ثاني بنعمله بالشتاء هو علاج مثلا الفاريس، لانه ممكن يكون في شويه تبغيت من بعد الليزر. دونك هول عاده بنعمله بالشتاء حتى الناس يكونوا حاضرين للصيف. اي اغلب الناس بفضلوا يخلصوا هالاشياء ويكونوا جاهزين للصيف، ما يعتلوا هم تريتمنتس ومواعيد. ولكن مش هي الحراره مثلا العاليه بتاثر او شيء من هالنوع؟ كان في كمان حديث عن الفيلرز انه ينعملوا اكثر بالشتاء، لانه بلكي الشمس بتذوب بالفيلرز واسيا من هالنوع. لا ما في شيء من هالنوع، لا اكيد لا. اذا هو الفيلرز والبوتوكس بدنا نعمله بكل الايام السنه، ولكن بقيه البروسيجرز معقول يكون فيهم حديث بهالموضوع. الرجال والنساء بيستعملوا نفس التكنيك؟ ما في اي فرق بين الرجال والمراه، ليش في فرق؟ بالعكس هالتكنيك يلي صارت متقدمه جدا، يلي عم تاخر كرمالها وببعض الحالات تمنع الفيس ليفت شد الوجه، اهميتها بعد اكثر عند الرجال، لانه الست فيها تعمل تشد وجهها، طبعا بيكون في جرح بهالمنطقه، الست فيها تنزل شعرها وتخبيه، بس اذا الرجال شد وجهه عادة الرجال اغلبهم ما بيطولوا شعرهم بشكل انه يخبوا جرح، والجرح عندهم مش مقبول. لذلك هالعلاجات يلي بتشد البشره، العلاجات يلي نرجع نحقن شوي هالفوليوم يلي انفقد مع الوقت او البوتوكس، هول اهميتهم طبعا كثير اكثر حتى عند الرجال. ومشان هيك عم نشوف رجال اكثر واكثر عم يجوا يتعالجوا. يمكن اوقات كمان مش الهدف بس بيكون التجميل، الهدف بيكون هالايماج يلي كثير مهمه اوقات لرجال الاعمال. مش تجميل، نحن ما بنحكي تجميل ريلي، يعني هو اكيد الشخص بيكون اجمل، بس نحن الفكره انه عم نرجع نرد عم نعمل انتي ايجينج اذا بدك، عم نرجع نرد الساعه شوي لورا وعم نرجع نرد الشخص لمطرح ما كان، وهيدا الحلو اللي مش نغير انه الشخص وجهه هيك مثلا صار وجهه مبروم، او نكبر الشفايف بس لنكبرهم، عم نحسن تقاسيم، في تقاسيم معروفه للوجه. مثلا بالفيلرز اليوم عم نقدر نحسن المنخار، يعني في ناس كانوا يضطروا يعملوا عمليه، اليوم بس بشويه فيلر فينا نرجع نظبط المنخار، نظبط التعجيد اذا في شويه خلل بالشيب تبعه. اسفل الوجه مثلا كثير ناس الحنك تبعهم صغير، فعم نقدر نرجع نرد شكل الحنك او شكل الدقن بالفيلرز، وهذا بيعطي كثير بالانس للوجه. كثير ناس اوقات بيجوا ما بيكونوا حتى مفكرين بالموضوع. دكتور دوما، بس نحكي فيلرز بنحكي عن شيء لمدى قصير، يعني 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر. في فيلرز قايمين لحدود السنه ونص. الفيلرز طبعا الدائمين يلي ما بيدوبوا هن باغلب الحالات منهم قايمين وفيهم المشاكل، واغلب الاطباء الحمد لله ما بقى يستعملوهم. عم نحكي بالهايلورونيك اسيد يلي بداين بين ال9 شهور، في انواع بداين سنه ونص. ولكن لما بترجعوا تعملوا مره ثانيه بتضمنوا نفس النتيجه؟ بنرجع بنعبي نفس الاماونت. هلا كمان بيفرق الشخص اذا اذا زاد وزنه بنعوز اقل، اذا ضعف بنعوز شوي اكثر. كل مره في تشخيص من اول وجديد. شكرا لك.